بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. واصطلاحا هو الحاجب، كلها في الحجاب في المنع. قال: هذا حاجب، لا يدخل أحد على الأمين ولا على الشيخ ولا على الحاكم إلا بإذن. هذا محجوب، ممنوع. ممنوع من ماذا؟ من أي شيء منع. واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه أو من أوفر حظيه. واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث. سبب الإرث وهي النكاح والولاء والنسب. سبب الإرث ثلاثة: قام به سبب من هذه الأسباب فهذا ممنوع من الميراث. ممنوع من الميراث لأنه قام به مانع من موانع الإرث. مانع من موانع الإرث، ما هذا المانع؟ يختلف. ثم المانع أحيانا يكون مانعا باستمرار، وأحيانا يكون مانعا من أوفر حظيه، وأحيانا يكون مانعا مطلقا. فالمانع بوصف أو بسبب. المانع بوصف، وصف بهذا الشيء، يعني هذا مانع قام به مانع من موانع المرث لكونه رقيق. مانع من موانع الإرث لكونه قاتل. مانع من موانع الإرث لكونه ليس مسلما. فهذا وجد فيه وصف يمنعه من الميراث، وهذا ليس مرادا في هذا الباب، لأن هذا الباب يدخل فيه المانع من موانع الإرث مع قيام السبب، لكن هذا وجد المانع بأنه رقيق، هذا مانع من موانع الإرث، لكن ليس في باب الحجب. الحجب إما أن يمنع بالكلية، وإما أن يمنع من أوفر حظيه. فمثلا الابن يحجب من الميراث؟ لا. ابن الابن يحجب من الميراث؟ من الذي يحجبه؟ الابن. العم يحجب من الميراث؟ من الذي يحجبه؟ عدد يحجبونه. الأخ من الذي يحجبه من الميراث؟ واجد. الأم تحجب من الميراث؟ لا، ما تحجب، إنما قام بها سبب الإرث، الأم ترث. لكن متى تحجب؟ إذا قام بها وصف، إذا كانت قاتلة، لكن بدون قتل ما تحجب. تحجب من أوفر حظيها، قد تأخذ الثلث وقد تأخذ السدس، ولا تحجب عن أقل من السدس إلا بسبب العول. حجب بوصف وحجب بشخص. الابن يحجب من الميراث؟ لا. ابن الابن يحجب من الميراث؟ نعم. من الذي يحجبه؟ الابن. حجب بشخص، حجب بشخص. هذا الحاجب الابن
يحجب ابن من الميراث. العم من الذي يحجب من الميراث؟ واجد كثير. الأخ الشقيق من الذي يحجب من الميراث؟ كثير. الحجب بالوصف هذا يحجب من أوفر حظيه؟ لا، أما أن يمنع بالكلية أو يمنع من أوفر حظيه. الحجب بوصف، الحجب بوصف كالرقيق هذا يحجب عدوده كعدمه. حجب نقصان وحجب حرمان. حجب حرمان كالعم مع وجود الأب، هل يعطى من الميراث العم مع وجود الأب؟ هل يعطى الجد من الميراث مع وجود الأب؟ هل يعطى الأخ الشقيق مع وجود الابن؟ لا. أو فرح الضيه الأم متى تحجب من كامل حقها؟ لا يحجبها أحد، لكن متى تحجب من أوفر حظيها؟ ما هما حظاها؟ الثلث أو السدس. متى تحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ هذا إذا وجد واحد من أمرين، وهو جمع من الإخوة أو ابن. حجب النقصان ومنع من قام به لسبب الإرث من أوفر حظه، ويدخل على جميع الورثة. في أحد ما يدخل عليه حجب النقصان؟ لا. الإبن يأخذ المال كله. إذا وجد معه زوجة تأخذ نصيبها، إذا وجد معه عدد من الإخوة من الأبناء فإنهم يحجبونه حجب نقصان. اقرأ الحجب الوصف. اقرأ. الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام على الموانع في أول الكتاب، ويتأتى دخوله على جميع الورثة والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم. والمراد بالحجب عند الإطلاق هو الحجب بالشخص، وهو على قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها أربعة انتقالات ومنها ثلاث ازدحامات. الانتقالات التي في حجب النقصان أربع: أولا، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان. من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الأم من الفرض الذي هو الثلث إلى الفرض الذي هو الأقل السدس، وانتقال الإخوة الأخ لأم من الفرض الذي هو ثلث سدس المال أو الفرض الذي هو الاجتماع على السدس، الاجتماع على الثلث، وهكذا. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان والأم وبنت الابن والأخت من الأب. هؤلاء لهم فرضان، قد تأخذ الأخت الشقيقة النصف، وقد تشارك في هذا مجموعة من الورثة، والأخت من الأب قد تأخذ الثلث النصف، وقد تأخذ السدس،
وبنت الابن قد تأخذ النصف وقد تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأم قد تأخذ الثلث وقد تأخذ السدس، والزوجة أو الزوجات قد يأخذنا الربع وينتقلنا إلى الثمن، والزوج قد يأخذ النصف وقد ينتقل إلى الربع، وهكذا. هؤلاء انتقال من فرض إلى فرض. ثانيا، انتقال من التعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط. الأب والجد قد ينتقل من التعصيب إلى فرض، قد يأخذ المال كله التعصيب، وقد لا يأخذ إلا السدس لوجود الفرع الوارث من الذكور. فإذا وجد الفرع الوارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، والجد مثله. انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق ذوات النصف، فإن كل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإن كان معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين. من فرض إلى تعصيب، الأخت تأخذ النصف، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ النصف، الأخت لأبن تأخذ النصف. قد تنتقل هذه الأربع من هذا الفرض النصف إلى تعصيب أقل منه. الأخت الذي تأخذ النصف قد يكون مع 10 إخوة، فكم تأخذ؟ تأخذ 1 من 21 بدل النصف، تأخذ 1 من 21، لأن إخوتها يشاركون ويأخذون على سهمين ويتأخذ واحد، ومثلها بنت الابن، ومثلها الأخت الشقيقة، ومثلها الأخت لأب. رابعا، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت مثلا مع البنت الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الازدحامات التي في حجب النقصان 3. أولا، ازدحام في فرض، وهذا يكون في حق 7 من الورثة، وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب والعدد من أولاد الأم. ثانيا، ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب. ثالثا، ازدحام في كل عاصب، قد يكون العاصب هذا يأخذ المال كله، ابن 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 عم ما هنا غيره، كم يأخذ؟ يأخذ المال كله، ابن 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 أخ يأخذ المال كله، وهكذا. هذا عاصب. قد يكون ابن العم هذا وابن الأخ معه عدد من الإخوة أو عدد من الأبناء، فإنه يشترك هو وإياهم فيما أبقت الفروض. ثالثا، ازدحام في عول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض فيلحق النقص جميعهم. حجب الحرمان، ازدحام في عول، ازدحام في عول، مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، مسألة من 2، كل واحد النصف،
إذا كان مع الأخت الشقيقة هذه أخت لأب كم تأخذ؟ واحد من سبعة، من سبعة. إذا كان معها عشر أخوات لأب، الأخت الشقيقة واحدة والزوج واحد وعشر أخوات لأب، كم يأخذ؟ يسقطن لا كثرنا؟ لا. يزيد حقهن؟ لا. يزدحمن في هذا الواحد الذي هو السبع، ازدحام في عول. ثالثا ازدحام في عول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض فيلحق النقص جميعهم. حجب الحرمان. حجب الحرمان يأتي. هلك هالك عن أب وجد. الأب كمله والجد كمله، لما حجبته؟ محجوب بالأب. حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ حجب حرمان، لا يعطى شيء. هلك هالك عن أب وأم، المسألة من ثلاثة، الأم الثلث والباقي للأب. هلك عالك عن أم وجدة، هل للجدة شيء؟ لا. هلك هالك عن أب وأم وثلاث أخوات شقائق، أب وأم وثلاث أخوات شقائق، للأب الباقي بعد نصيب الأم السدس، ونصيب الأم السدس، والأخوات شقائق لهن شيء. إذن ما وجودهن في هذا؟ حجبنا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهن الأب من الميراث. هلك هالك عن ابن فقط، المال للابن كله. هلك هالك عن ابنين. هلك هالك عن خمسة أبناء من خمسة، وهكذا. هلك هالك عن ستة أبناء وست بنات، ستة أبناء وست بنات. هلك هالك عن ست أبناء وست بنات، ستة واثنى عشر، ثمانية عشر بينهم. هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأب، الأم لها السدس لوجود الأخوين، والأخ لأم له السدس فرضا، والباقي للأخ لأب تعصيبا. الأخ لأب هذا صاروا 12، لهم 12 جميعا، ازدحموا في التعصيب. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات وثلاث عمات وثلاث خالات، كيف يأخذنا؟ المسألة من اثنين أو من ثلاثة؟ من ثلاثة. لمن؟ ثلاث بنات وثلاث أخوات، البنات الثلثان اثنان، وللأخوات الثلث الباقي تعصيبا واحد، وهكذا.
حلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختان لأب، بنتين وبنتي ابن وأختان لأب. نعم نعم، لما كم هذه؟ قل يلا، بنتين وأختين وبنتي ابن، يلا اقسم بينهم، اقسم بينهم على كتاب الله واحذر الغلط. كيف تورث بينهم؟ ماذا تعطي البنتين؟ بنتين ما لهن الثلثان، وبنتي الابن ليس لهن شيء، والاختين لهن الباقي تعصيبا، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. انتبه الجدد وارفقوا بحالهم، وارفقوا باخوانكم الجدد، علموهم ووقعوهم في دين الله، وليستمر ما يعرف ترنى فصله نجحه، ليستمر ما يعرف لازم يتعلم، فرائض نصف العلم. ارفقوا انتم ايها الاخوه باخوانكم، هلك هالك عن اب وام واخت واخت. اب وام واخت واخت، المساله من ستة، للأم السدس واحد والباقي للأب كله، وليس للأخوات شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.